بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، سؤال وردني حديثا، يقول الأخ السائل يتحدث عن الهداية، إن الله يهدي من يشاء. طيب، من يشاء هنا تعود على الله عز وجل، يعني هو يختار من يهديه ويترك من لا يريد هدايته، أم يهدي من يشاء، يعني من يشاء أن يهتدي أو من شاء أن يهتدي، كما قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني المشيئة هنا تعود على الله عز وجل أم على العبد؟ طبعا بسرعة، المشيئة هنا تعود على الله عز وجل، لأننا يعني نقرأ لغة عربية وآيات كثيرة، مثلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لو كانت القضية تعود على العبد لا كان لماذا يقول إنك لا تهدي من أحببت؟ يعني لو كان أي إنسان يستطيع أن يهتدي من دون الله عز وجل، من دون أن يهيئ له الله أسباب الهداية. طبعا الإنسان لا يستطيع أن يفعل أي شيء من دون خالق عز وجل، الإنسان مخلوق ضعيف جدا أيها الأحبة، ولا يستطيع فعل أي شيء. أنت أيها الإنسان بحاجة لهذا الإله العظيم، هو كل شيء، أنت لا شيء. هكذا ينبغي أن ننظر إلى أنفسنا. إذا لم ننظر هذه النظرة، النظرة الأخرى ستقودك للغرور والتكبر، وتقول مثلا كما قال إبليس: أنا خير منه، أو تقول كما قال قارون الذي خسف الله به الأرض: إنما أوتيته على علم عندي. هو يرد العلم لنفسه وليس ولا يرد العلم لله عز وجل، لذلك خسف الله به الأرض. هنا أيها الأحبة السؤال، وهذا السؤال يطرحه أيضا بعض المشككين، يقول: معنى ذلك أن الله عشوائي، استغفر الله، يقولون ذلك. يختار شخص يعجبه فيهديه، شخص لا يعجبه يضله ليلقي به في نار جهنم، وهذا الظلم. والإله من صفات الإله العدل. إذن هذه الآية دليل على أن القرآن ليس من عند الله بهذه البساطة. طبعا أيها الأحبة، هذه الآية سنثبت أنها دليل على إعجاز القرآن، لأن الإله الذي خلق كل شيء، إذا قلنا إن الله ليس له علاقة بالبشر، معنى ذلك أصبح البشر أكثر علما من الله وأكثر مشيئة من الله، وهذا لا يجوز بحق الإله العظيم الذي خلق كل شيء ويعلم، يعني الذي يملك العلم المطلق يجب أن يعلم كل شيء، الذي يملك القوة المطلقة يجب أن يتصرف بكل شيء. إن الله يهدي من يشاء، بالفعل الله يهدي من يشاء هو، ولكن مشيئة الله ما هي؟ هنا السؤال أيها الأحبة، يعني أنت لا تسأل المشيئة تعود على الله عز وجل أو على البشر، لا، اسأل ما هي مشيئة الله؟ ما معنى من يشاء هنا؟ هذا السؤال. الله عز وجل يهدي من يطلب الهداية، وهذه مشيئة الله. الله عندما يعلم أن قلبك نقي، أنك تريد الحق، يهديك الله سبحانه وتعالى. عندما يطلع الله على قلبك ويعلم أنك تبحث عن الحقيقة، تبحث عن الصواب، تبحث عن إله لهذا الكون، سيهديك الله إليه سبحانه وتعالى، كما هدى الكثير من الناس عبر التاريخ. لذلك هنا أيها الأحبة، مشيئة الله لها قوانين، ليست عشوائية. يعني الله ليس
استغفر الله، يعني ليس مزاجيا مثلنا، يأخذ هذا ويعطي هذا ويمنع هذا عشوائيا. لا، هذه المشيئة لها قوانين. ما هي قوانين مشيئة الله؟ حسب القرآن الكريم الله يقول لك: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأسمعهم صوت الحق. طيب، إذا الإنسان الذي ليس فيه خير كيف يهديه الله؟ بالله عليكم، إذا أي إنسان في قلبه ذرة خير سيهديه الله. هكذا يقول الله عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذا ليس فيهم خير، الذي لا يهتدي ليس فيه خير. الشيء الثاني أيها الأحبة: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذن هداية الله لك تتطلب إيمان، والإيمان يأتي نتيجة بحث. أنا الآن لأفرض أنني لا أعلم، الفطرة تقودني للبحث، أبحث أين خالق الكون، ماذا أفعل هنا أنا في الدنيا، طيب إلى أين سأذهب بعد الموت. هذه أسئلة يطرحها حتى الطفل الصغير، هي أسئلة فطرية وليست يعني اجتهادية، كل إنسان يطرحها بغريزته أو بفطرته. عندما تبحث بصدق ستصل إلى الحقيقة. ولكن نجد مثلا بعض الملحدين تأتيه بأدلة لتثبت له أن الله موجود لا يقتنع. تقول له: كيف خلق هذا الكون؟ يقول: بالمصادفة. طيب، هذا القلب الذي ينبض كيف يعمل هكذا لوحده؟ يقول لك: بالمصادفة. طيب، هذه الكائنات الحية من حولنا التي هذا النظام البديع في الكون كيف يعمل؟ يقول لك: بالمصادفة. هو يستكبر حقيقة، هو متناقض مع نفسه، هو نفسه غير مقتنع بهذا الكلام، ولكن هو يهرب من فكرة أو يتهرب من فكرة وجود الله. لماذا؟ لأنه إذا اعتقد أن الله موجود، الله ينهاه عن الشهوات، ينهاه عن الظلم، ينهاه عن الخمر، ينهاه عن الزنا والفواحش. هو يريد أن يمارس الزنا والفاحشة واللهو والعبث، يقول لك: لا، أنا مبسوط، أنا مرتاح هكذا، لا أريد أن أبحث ولا أريد أن أوجع دماغي بالبحث، لا، أنا مبسوط. الحقيقة هو متكبر. لذلك هنا الله عز وجل ماذا قال؟ إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. القرآن يعتبر كل إنسان مستكبر مجرم، وبالتالي الله وضع لك كل هذه الدلائل في الكون، كل هذا التعقيد في جسدك أنت وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ فقط تأمل العين كيف تعمل، كم 100 مليون خلية تشارك فقط في عملية الرؤية، كم مليار خلية من خلايا الدم تتدفق في جسدك بنظام بديع جدا. طيب، هذا الأمر ألا يدعوك أن تعتقد أن هناك إلها للكون؟ وبالتالي أيها الأحبة، أنت كمثال يعني لديك موظف مخلص يتبع التعليمات، ينفذ الأوامر، يحاول أن يتعلم ليطيعك وينجز عمله بأمانة. طب بالله عليك، هل تعامله مثل معاملتك لموظف يكرهك، يريد أن يدمر شركتك، يتآمر عليك، يكذب خارج القانون؟ طيب ماذا تفعل به؟ هذا الثاني تتركه هو شأنه إلى الجحيم،
أنت في دماغ في عقلك تقول فليذهب إلى الجحيم، بينما الذي يطيعك والذي يلتزم الأوامر وهو يعني إنسان صالح، أنت تهديه وترقيه وتعطيه أفضل ما عندك وتحرص عليه. كذلك ولله المثل الأعلى، الخالق العظيم، العبد الذي يبحث عن الله يجد الله، الذي يحب الله الله يحبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر ذنوبكم، الله غفور رحيم. العبد الذي يحرص على رضا هذا الخالق، الله سبحانه وتعالى يحبه ويرضيه ويهديه. ولكن إنسان مجرم مستكبر تقول له اتق الله يقتلك، يؤذي الناس، يسرق الناس، ينشر الرذيلة والفساد بين الناس. طيب هذا يعني بني إسرائيل أرسل الله إليهم الأنبياء فقتلوهم، ماذا يفعل لهم؟ هل يدخلهم الجنة بالإكراه؟ هو يريد النار. هذا الإنسان المتكبر المجرم هو يسلك سلوكا يؤدي به إلى النار، هو الذي اختار ذلك. لذلك خلاصة هذا اللقاء أيها الأحبة، صحيح أن الله هو الذي يهدي من يشاء، ولكن مشيئة الله عز وجل لها قوانين. إذا كنت تبحث عن الله سيهديك الله، إذا كنت تحب الله سيهديك الله، إذا كان في قلبك ذرة خير سيهديك الله، وهكذا. إذن القضية يعني حتى أنا كمؤمن يجب أن تكون هذه الآية دليلا على أن الله هو الذي يملك كل شيء ويتصرف بكل شيء. ومن غير المعقول أن نعطي البشر علما وقيمة وقوة أكثر من الخالق عز وجل. أحدنا لا يستطيع أن ينطق بكلمة إلا بأمر الله، ولا يستطيع ذرة هواء لا تتحرك إلا بأمر الله. هذا هو الإله القوي العزيز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم والإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.